كتاب جمع الجوامع نناد السفرثي الإمام تاج الدين السبكي متوفى سنة 771 الهجرة من زهاء 100 مصنف فكتب تاجي جمع الجوامع ذي الروج أم قران ذكيون بحريش تموسني ذي الشرعيث اسميس أصول الفقه الإسلامي بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقيد المجلس 21 من مجالس شرح كتاب جمع الجوامع لتاج الدين السبكي رحمه الله في علم الأصول أكون سمحتي غيث مثلا نبضدر النقطة مقارن المنطوق والمفهوم المنطوق والمفهوم المنطوق نفوكيث باختصار المنطوق سعى أربع دلالات ثم زواروث اسميس دلالة النص في السناث اسميس دلالة الظاهر في الثلاثة اسميس دلالة الاقتضاء في صربعة دلالة الإشارة تجيكم شرحي ثنتيد وثيقى لقيد أربعة نقسمي ثنت نفضى ثنت أفسين يحريشن أحريشن زوارو اسميس المنطوق الصريح والمنطوق الصريح فيه دلالتان دلالة النص ودلالة الظاهر والصنف الثاني أحرش ويسين اسميس المنطوق الضمني لأن تذيك سداغ سناف ثم زورت اسميس دلالة الاقتضاء في صرف في السناف اسميس دلالة الإشارة نفوق ثرى المنطوق ودلالته ثرى نكمل أنفذو ذي المفهوم يقول لك الأمر بالشيء نهي عن ضده الأمر بالشيء نهي عن ضده مرسضي عشر العشور يعني زكاتين رزقي أماكن وقي منطوق عشر رزقي بمفهوم المخالف يعني بالمفهوم وقبل المنطق بالمفهوم معنى استقرض حاذو تاع الشير ضارة بكل أول يعني الأمر بالشيء نهي عن ضده تجد لا لوجيك تجد منطق الألفاظ ومنطق الكلام مرسنضيون الظال أماكن استقرض حاذر أسجد تظليف مرسنضيون أخدم الخير أما كاستقارض ورخدم راوينا لأن زيك ميمي مغار دعوة الخير أذفكنا كينين سيفكار بالخير إن شاء الله ديما قال الخير ماشي ذوايض في دقانا رمين با الزاي خاطر دين الشر الزاي يجرح وكذا ذوايض سمينا سوايض معنتها الخير يقوفلي ثوايض في قفلي الصايض في الدوض أكا الطاعة في قفلي الصايض معصية الهدى يقفلي ثوايض ذا الظلال في الدوض كثورة أنروح المصنف أشوغ دينا والمفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق نكون اسمد نهضر في المنطوق ماذا قال المصنف ابن تاج الدين السبكي ناد المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق إن أفاد النص وبعدين كمل بعدين في ذلك دلالة النص غير زوادة النص خطر هي أعلى المراتب هي دلالة النص ولكن ثورة ذي المفهوم شو دينا والمفهوم
ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. يعني المقصود بذلك المفهوم، فإن وافق حكمه المنطوق فموافقة. ذا شو المعنى يستي بعد الناد فموافقة؟ فحوى الخطاب إن كان أولى ولحنه إن كان مساويا. أولا كي وعرم مليح وعرم باش أسيد نشرح الأمثلة غادي يبان. ولكن فإن وافق حكمه المنطوق فموافقة، فحوى الخطاب إن كان أولى ولحنه إن كان مساويا. كلام لا يفهم، عميق، خطر، يغمق مليح. ثورة دنفك الأمثلة ديفا مفهوم إلا ومقارن فحوى الخطاب. فحوى الخطاب ذا شو المعنيس؟ وهو النوع الأول. المعنيس مفهوم فحو، يعني فحوى الخطاب هو مفهوم الأولى. مفهوم الأولى يعني أولى بالمنطوق. أدو غلق كلمة ثانية مثال دنفقين فيما سبق، مدينة ربي في الوالدين ولا تقل لهما أفين. يعني رباغ ديقار ديقار الدرية حذر ثلاث سنين مي مولان أولا خفيف أف من ميكس قدشن نغاكس ندهن وسقر أف أولا كان ديجا أف غص خفيف في السوس ولكن الزاي وقي مفهوم وقي المنطق. ولكن المفهوم ينس ذا شوث المعنى يس الشتم يرمسلاي نغثيثا نغيونا ثيا وسخام جمغارا نغوك ثيقا ذاقي مرة نغثني جلا أزنق ثيقا ذاقي إقزاين أكثر بوال أوف ربو دينا رانو وثن كثارة وثن سوال سيخام جمغارة وثن سجاري لاز ودينا ركا. إن كان ولا تقول لهما أفين ذا شو ذا مفهوم ذا جي وقي قرنس مفهوم الأولى ذا شو ذا أين دينا را أين دينا را ربي سبحانه وين غيق الزين أكثر بين دينا نمس فهمك. هذا هو اسم مفهوم الأولى. مفهوم الأولى بمعنى إذا منعت تأفيف فإن ما هو أعلى منه من شتم وتضييع وإهمال واحتقار وضرب كل هذه الألوان من الأذى هي أولى بالتحريم. أولى بالتحريم يعني وقال لك دنيا ثورة سوحر من باب أولى. وقي قرنس فحوى الخطاب وقرنس مفهوم الأولى. ذا قيد يقصد المصنف مدينة فحوى الخطاب إن كان أولى. مفهوم الأولى يسمى بفحوى الخطاب وهو المرتبة الأولى من مراتب المفهوم. أدنوها أم بعدين ولحنه إن كان مساويا. ولحنه يعني لحن الخطاب إن كان مساويا ويقاس مفهوم المساواة. شو المعنى يس ربي مدينة إن الذين يأكلون أموال اليتامى كمل تسكن نارا ولتشن يعني أيلا وجيل إنما أما كنت شاثي مستقع بغيس وسيصلون سعير يوم القيامة. طيب ربي هضرت في الأكل وين يتشان إلى وزي وجيل إيه شغل وياض شو فاندي ثقين خاطئ إما إلا يفرط ذقوي لوجي لفرط ذيس ألمي يروح نغيص صرغيث في تشارعه إزمرا كيني
والخلف غير القران كلشي غير الى وجيل صرغخت تفغ الظلاميط ياك تجرني وجيلنا وصرغخت إذ ما كيني خلفاء القرآن ربا دي قاين الذين يأكلون أموالا كل تنشي غارة والله ما تشي لا ثقي في الزمور وتشي غارة ولا ما تشينا ولا يعني يصار غير ثين كان دايا وين ثني تشان أكد وين ثني صرغن كيف 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 وقي يقصد لحن الخطاب اسم مفهوم المساواة إذن فرق يروم زوال ويسين خاطي إذن أم يطيش أم زوالوني مدينة ربي ولا تقول لهم أوفين أوفاقي ممنوعة أين في غلفن ذي اللاذا ممنوع من بابي أولى وجقاس مفهوم الأولى نغي اسمي سفحو الخطاب ولكن واقين تورا المثال قي ويسين خاطي مساوي أسيني أميني يتشان أيلا وجيل أميني فرطن دقايلا وجيل أميني الصرغن أيلا وجيل أميني الصغرقن أميني الصرغن كيف كيف مادام كيف كيف وقي سميس مفهوم المساواة نغي سميس لحن الخطاب لحن الخطاب هذا المسفى يلا ثورة نروح سين النظم يكمل المصنف شو دينا إناد وقيل لا يكون مساويا ما رديني قيل فقي صيغة تضعيف صيغة تضعيف وقيل لا يكون مساويا يعني هناك رأي من علماء في عند علماء الأصول اللي يقول مفهوم المساواة وقي وحدس مستقل بذاته مادام قال مستقل بذاته ذا شو دي يقيم ليه ما لغي مفهوم الموافقة يقي يقيم كان مفهوم الأولى فقط يعني يقيم كان فحوى الخطاب نسمي ديننا بصيغة التضعيف ذا شال نفهم كون الرسالة أنفهم باللي المصنف رجح رأي الجمهور جمهور علماء الأصول ولم ذكر هذا الرأي من باب الأمانة إزمري ولدي في ذريون الرأي ماشي خطر يلها الأمانة كان قال لك إلا وخلاص دايا كان إلا الرأي ولم يضعف وثقي نتعلم من هؤلاء العلماء الدقة والأمانة المعنى يسيون ما دين قلوال إلا قاسي دين قلا كني قلا ياكو ولا ما إلا ينبوال وسعر القيمة إني ثيت كني قلا بعد الشيء نرجح إن دراي يقلهان واقي يفواقي مثلا أدفتغ مثال ما إلا يون يفكى الوصية تستامون يفكى الوصية إيون يون ماشي سكوارا ويسنا الورثين سخاطي يفكث مثلا يليس قليس ويليس تلا يليس قليس وثورثانا ما إلا تلا إيماس إيجايس تيستامو تيستامو يعني وصية بالثلث أم بعد قبل ذي مث يخدم الحبوس يكوي وين يكسب إنك وقي وقف لله ذا شهر نفهم سيا ثم زور التستامو يخدميت مثلا 2019 بعد 9 سنين يخدم الحبوس يخدم الوقف صافي الحبوس يسد 9 سنين من بعد ولكن الوصية 2010 ذا كين زمر أنا أنفهم مفهومين يون المفهوم اش ديقار المعنى يسمى كنا ديقار الوصيه ني انولي غاسو سيدي النار يعني صراحه ضمنيا وكي قرناس الالغاء الضمني بلا ما يناد كسر الوصيه اللي سقلي بلا ما يناد
مادام يخدم الحبوس فشلني صبدير ذين صبدير الوصية تروح وقيد المفهم ذي الفهمة ثم الفهمة من يظن دي قرن لا 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 الوصية تستمر سعى الحدود سي أنتير ثلث ما يسعى 30 جقطارا بخال من الزمرة نطبق الوصية لو أنتير ثلث أتساوي كان 10 الحبوس أذي يروح في 20 بخال دي قران في 20 جقطارا بخال دي قران خطر الجمع بينهما ممكن ممكن خاطر لو كان يزنزيت يزنز كلش ذي الفيع والزميري اللي سقل لي ساداس من بعد استنرجو كان جدين يخدم تيستامو اسيني وين يغناكني الشاري اسيني جدي يخدم تيستامو صح وصيه ولكن الزنزيين مادام يزنزي كل شيء صافدير المعنى يستدقار الوصية ني وسال القيمة سورتو كو الوصية من المي تطبيق ينس بعد وفاة الموصي أبري الموثيس وزمير ماشي دوناسيون دوناسيون الهيبة الهيبة ديال حياتيس يفكيس 10 قطار يروح النوتير يكتبس النوتير سميس الهيبة الساعة واحد الساعة فريديس ولكن تلقي وصية الوصية ليكزيكسيون تطبيق ينس من المريلي من ميك موث جديس أداس أتسيني الورثة أرجوث أقفل أتورثم إن كذا ويغموريو هاتس الوصية أتسفغ الكاغض النوتير نغم زيك سواوال خطر زيك سواوال نغس الشهود ثورا نو ثورا إلق النوتير لا لوا كتر من ذكات أنزي أكيدني إلق إلق النوتير إلق الموثق باش تسعو القيمة مولاش الأول ثقلت وقبالها يلا صف ما إلى تبضى في رونجستيس بعد يخدم لونكات وكذا الشهود وكذا يزمر ولكن الأصل ينقص الوثيقة طيب صافي ما إلا ذي الحبوس يخدم مزمرا نفهم باللي الوصية أتساوي كان أنتير في ثلاثة 10 يقطارا الحبوس هذو حنا 20 يقطارني ذي قران ما شمل الفيع ما يزنز الفهم مزور ذي الفهم وسين فقيثو غلغ الفهامة لذلك نكون يثورة من هضر صدق فيليس نستعرف أي لغة إلى المنطوق إلى المفهوم بعدين تسمح لي أدينين صدق فيليس مثلا ورن ساي ثارفع ثوري تغيمي تجمع إلى المفهوم إلى المنطوق إلى المفهوم المنطوق باللي إلى قنسعود تكتل إلى بوغي المعنيس يعني ولا قارا ان نفضوا مي فون في اللوح وكيد المعنى المنطوق الى المفهوم النظام معنايس ذس دقس ما الى الامه تغفل اما كاسن قرار جوث وقاذ جهد وقاذ قوام الدكول باش ادخل من لا فورس ميم الشركات سلموا من قارحين الشركه عملاقه شركه عملاقه ماشي تحانوت ماشي تحانوت نغصار الاور لقيت مش طاعي لا لا شركه عملاقه كونيه تسعى نشاط كوني ذي الالمان ذي الامريكان ذي السعوديه ذي فرنسا ذي الجزائر ذي ليبيا حاجه كبيره وثاقي ازمرت الدوكله وكذ الشركه النظام باش تطفي المونوبول على المستوى العالمي اخذ من الراي نسن ديال الموند اونتي وكاذي جهدا دوكل نجهدنا اكثر مية صفضي ونزلزل القهوة السكر يونا من سادة تحن وسا من سا تسمي حسادن اسقلع يا خيكا سين سبحان الله وقاذي قوان دوكل باش جهدنا أكثر في حونة في مشطح أتسم سقلع باش ذغا تينا أسين بعد ورن سعي ثار فعث وريد سغيمي تجمع تجهد المعنى هذا إلا المنطق المفهوم لا يمكن لا يمكن أن نفهم القرآن وكل السنة
مورن السيارة في مسالك في أدوات ندى الأمر بالشيء نهي عن ضده قاعدة قاعدة أخرى كل كلمة نغلفظ لها جهتان جهة المنطوق تحكمها دلالات دلالة النص دلالة الظاهر وقرنس المنطوق الصريح ودلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة وقرنس المنطوق الضمني مدنوغ المفهوم المفهوم سلام قرن مفهوم الأولى ويسمي سفح والخطاب إلا كذلك مفهوم المساواة اسمي لحن الخطاب يلا سورة سكرك الأمثل المثل استقبيليث باش أنغر الأصول استقبيليث أنغر الأصول استقبيليث ومكول أول أما كنت نهضر في كالتني عدى المثل وكيد نبوي يسعى المنطوق يسعى المفهوم ما فرع ذا تسوث ذا سمكتيك أنا ما فرع ذا تسوث أولا كيما تفهمض يعني ما فرع الثينة وسد في كل هوا مي ماشي ذايا كان يقصد وين نظن إلى المفهوم وايض ذا شو ذا المعنى يس ما فرع الثاسة وثاسة أترع ذي ماس الفرح ماس القرح أكيد يس الخبر يس فرحا أترع الثاسة أتسرض أدفكني مطاول أما كذا يسير الخبر أسرع الثاسة أدفكي مطاون لهوا ذامان مطاون ذامان أدفكي مثال نظام الشري يغلب ثفوت الشري يغلب ثفوت الشري الشري يوفرنو ساقي أسدو تفوت إلاقن سيلاقن إما إلا ثفوت مشطوحة الشري مقار ولي ثرق عض مية ولقيت نسخن قوي النظام بعيد الشر ذي ضروري المشكلة كذا أدسني من أين الخير أكيد دين الله قال الشري يغلف تفاوت دين المعنى يس ولي ثرق عض المفهوم ينس ذوا إلى المنطوق الشري يغلف تفاوت أما ذا بالطون أما ذا فرنوس أما تقن دور في ثلاوين أما يعني الشري يغلف تفاوت ولكن المعنى يس لا إلى المفهوم هذا ذاكين إلى المفهوم الثان دخل يلا من بعد وقيل لا يكون مساويا يسد بصيغة التضعيف يكمل ثم قال الشافعي والإمامان دلالته قياسية ركزوا مليح معايا يبغى ديني المفهوم أجي مفهوم الموافقة إزمرت للدلالينس إما قياسية إما لفظية إما مجازية عرفية ثلاثة قية وكثمان تشرحها يوث يوث ثم قال الشافعي والإمامان دلالته قياسية فدوغ الأئمة دوغ الشرح مع دلالة قياسية دلالة قياسية معنى بالقياس معنى مليح ما رديني عمار كالأسد شجاعة عمر يشوف ذي الجزم ذي الكوراج شجاع أمشي سقرني عمر مشبه نقيس إيزم الأسد مشبه به نمقيس عليه وجه الشبه شجاع الكوراج أداة التشبيه كاف بدين كاف نغم مثل تبعني مليح ذاكي أنواع إقسان صفان الشجاع نطاس ذو عمر نغذ ذيزم شفوث مليح ذيزم سي نورمال سي لوجيك لازم يكون الأصل أقوى من الفرع يعني كنون سي ثرى الدار ودي تصمليها أطول دينا حاجة ثوار شورا تقيل لوجيك
الأصل اللي هو ذيزم لازم يكون أقوى من عمر من بنادم، ولكن ذاقي ولا تقل لهما أفين ثم خلف تماما إلا المقيس ذا شوث، يعني المذكور ذي القرآن ذا شوث ذي الأف ولا تقل لهما أفين تأفيف ذو وقيف المقيس عليه وقيف ينقاس مي أين كني نعتبر ذي الفروع ذا شوث ثيثا شتيما ما يوسخ قمار في كذاكي في كذاكي فروع نورمال مول الفروع تكون أقل من الزيثة في الأصل، ولكن ذاكي مخالف تماما الفرع أقوى من الأصل خطر نوك وعرن ذي اللاذا ذي اللاذا ذا والمسيني وقشيش نثقشيش ذي مولان أوف النغمة يخدم ثم قرانيني هنا الفرع أخطر وأقوى وأكبر وأولى تحريما من الأصل. ذيني مدين الإمام الشافعي أكذ الإمامان طبعا وثن دينارا نعم بجمع الجوامع المخوكة ذي خدماك وكو ولاش الخاليون خدمارا إلا دول الإمامان أشو ثندغ الإمامان أي بوام زوري نثيد الشافعي سيسميس أعطيك الصحة عشرة على عشرة مدينة والإمامان فهم يالفهم المقصود فخر الدين الرازي أك الجويني إمام الحرمين صاحب البرهان وصاحب الورقات صافي أولا يوثين دي ثلاثة يزور دي الشافعي سي نورمال أنا عميه يزور دي الشيخ أم قرآن هي مين بثقي ذي القدر يكون يثور ثيك والسمح ثي أتفضي ونغسا كني قرائي غرا تكتف نغنص تكتف أكين كني خلف العلماء نورمال عادي أذكري وزرار سوق الروثيكا سوق الرو نورمال عادي يولدي سلاعقل سلاعقل عيب وقيم يحذقن يحذقن السبكي ودي هذي رانا فخر الدين الرازي ذا مزوارون غل جويني غس عن القدر ذا مقران ميهو يزواري ثم الشافعي تي إمام صاحب مذهب أول من ألف في علم الأصول خزرام ثاكتب تم زوارو في ديفغان دي علم الأصول ينس الإمام الشافعي اسمي سر رسالة ميم ذو قفذار يفذري ثين على حسب القدر الشافعي يلول ذي ألف ذي سنة 150 للهجرة ذي غزة الشافعية يلول ذي 150 للهجرة ذي غزة مدينة غزة بفلسطين أم بعد يغرى يغرم بعد يروح ذا المدينة المنورة قبل أن يروح المدينة يحفظ الموطأ يحفظ الموطأ الحفظ من بعد نهضر شوية في العلماء إن شاء الله أكيد مسفهم أكل الشيخ أكيد مسفهم غيذون الحفظ يحفظ كل موطأ الإمام مالك وهو أول ديوان في خدمة السنة نسيت مزواره قبل البخاري وقبل صحيح مسلم وقبل سنن الترمذي وقبل مسند الإمام أحمد وقبل مستدرك الإمام الحاكم يزور الإمام الموطأ أكيد نسيت كذا مزواره سعنا كل قدرة يكتب كتابين يقوم إسلام سعنا كل قيمة كذا مزواره موطأ الإمام مالك يحفظيث الإمام الشافعي أسميث يحفظ يروح على المدينة المنورة يغرى يستيد زدث الإمام مالك يعني سيقر تكتب فيك تقول له غيو فهذا يفكيس شهادة 15 سنة في ذلك يفتو الشافعي 15 سنة يموت ذي سنة 204 للهجرة صافي شحال قاعش 54 سنة ذايا الشافعي يعاش 54 سنة إيلول 150 للهجرة توفي يموت سنة 204 للهجرة ذا حدث بوال مليح ماشي شويط نسي سقسنا كي وباس قيوث المجلس إناس الناس ذا شو ذو واجب ذا شو أوجب سيد دقري واجب أوجب ذا شو قوارنا شو قوارنا أكثر
ذا شو فيغ في الغشيش إلى آخره. بويلس الصيغ مع صيغ التنفيذ مع صيغ التفضيل، صيغ مع صيغ التفضيل. إيف كيس الجواب ذا سفرو يرنس عن الحكمة. إن يس من واجب الناس أن يتوبوا ولكن ترك الذنوب أوجب. لوردونونس إن يس يلقى الغشي الثوفن ولكن ماذا بك يخدمنا الذنوب. من واجب الناس أن يتوبوا ولكن ترك الذنوب أوجب. إن يس والدهر في صرفه عجيب، يعني الدونيث شورلي سيربريز غلا تقيت فان عجيب. بعد شو دينا ولكن غفلة الناس عنه أعجب. هذه الغفلة الغاشي تسجين تعجب. أربين دي القرآن الكريم ولا تكن من الغافلين، سورة الأعراف الآية 205 205 ولا تكن الغافلين. إن يسوى الدهر في صرفه عجيب ولكن غفلة الناس عنه أعجب. المسينة والصبر في النائبات صعب. يوعر الصبر المصيبة يوعر أشو يوعرنا كثار، ولكن فوات الثواب أصعب. مي ونوري الصفيرارا يروح أسلاجر سقي يوعرنا لا المصيبة ضرضرة فروح، ولكن المصيبة ثم قران تغل في المصيبة ما ينوري السفيرارا صافي المصيبة تضرى يرنا وحس يروح حس لاجار ذيني من قارن استقبايليث مدرز المصيبة ويصفر ويقفر. قبل ذي القبيل وخصنا راه أنا عميه ويصفر يبوي لاجار. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ويقذر ربي رجال الصابرين. يلوس يهلك يظن الشافعي يمقرد يهن تمغار من الفاركة ثنيس أسأل الله أن يشفيك، يعني ثنيس أول حلوظ المعنيس أول حلوظ المعنيس إن شاء الله تهلك أكثر. الظاهر في كيس دعوة الخير منه ثنيس أسأل الله أن يشفيك. الظمة غلط إلى قصدني أسأل الله أن يشفيك نغ أن يشفيك بالفتحة. الفتحة الظمة تروح كل معنى صافي يقول يستنا كي يشفو ربي تسقر كي هلك ربي. مثل ما عرف مسكين تعرف كانو السيناريو وما وليس زدي تبغي الشفاء نسيح رشام كي يخدم الشافعي الناس نغا ربي قفلد وليس ماشي يلسيس خاطر يلسيس لا هدو إني ربي قفل دي وليس يضرب لي في غايص الشفاء ماشي يلسيس. إني اللهم استجب لقلبها لا للسانها. استوي الغرض يترجم الشافعي. إذن الشافعي يند ثم قال الشافعي والإمامان الوذك سن إمام الحرمين أكذ الإمام الرازي. ولكن ذاك ابن السبكي غلط فرحس سبحان الله لكل جواد كبوة. نيغون دل كتاب باقي خلاصا 100 كتاب يطف 100 كتابين يفكي يغد لاكرين خلاصة ذاك فرحس. مدينة دلالته قياسية الشافعي أكيد هنا دلالة قياسية. الإمام الجويني ودينا لك إن الدلالين لفظية ماشي قياسية صافي إن دوال ودينا لك ذاكي يغلظ السبك تروحس تروحس نورمال وتسفنا رزت الخير ديجا ولكن دل ميزان يغلظ ينشض ذاكي استقبالي ثيوثيث وور ودينا دلالة قياسية. الشافعي أكد فخر الدين الرازي فقط ميلا ذا الجويني في البرهان صاحب البرهان إناد دلالة لفظية أذو غلغ إلى المتن.
ثم قال الشافعي والإمامان فهمي ثنوي دلالته قياسية وقيل لفظية. قيل لفظية يعني عن طريق اللفظ، عن طريق اللفظ كما قال الإمام الجويني، هو لم يذكره ذا قيست روح، ذا قيست روح تجدين السبكي. وبعدين شو دينا؟ وقيل لفظية، ودينا اللفظية صافي الدلالة الثانية اللفظية. فقال الغزاليون الغزالي والآمدي فهمت من السياق والقرائن. الآية يوم السلام ولا تقول لهم أفين أنت دوس الآية غريت كان الإسراء 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 غريت كمل وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرة. الآمدي راه يقرا السياق باش نفهم ماشي القياس أن يساوى ولا قولا تقول لهما أفين في صورة الإسراء تساد في السياق، في السياق طاعة الوالدين وكذا وكذا ذغا يسد ولاكي خطر ميديا ولا تقول لهما أفين بعدين وقل لهما قولا كريما إن سي مولانا هو الكنز أيضا حتيك ولا كتحصلني مولانا نعم إيه أبو بكر الصديق أستاذ غرسيون إناس فافا يأمرني وأمي تنهاني إوا عرفتي ما مرمي لي مولان فافا كيشيني القضاء زموري ما كيشيني لا دفل يا مش أسري شاقر ويكفر ذي أبو بكر الصديق شو سينا إناس أطيع أباك ولا تعصي أمك ضوع فافا شو راه صار يماك بعد قلت له شطاره ما شفتي نض حيغلي وانا يا مولان مسفهمت من بعد صدر غوري كي هضرت على الجون اشيني مثل مسواقي ولا حد قلنا اشيني مثل مسفهم ابري هضرتي فكتي ديون الاوردر ميزا غاولي كي داخي خوص اما كاستقر دي مولان فنوي ولا شو تفهم وري لي صافي ذيني ميديوسا أي لسيلان ذاك السوم الشكيران ذا سنان أصرحك العباس عم سنبي عليه الصلاة والسلام فكان السؤال مباشرة ناس إذا مقارن فيش نظن في وذنسي إذا مقارن العباس إثم غادي العمر يعني عباس مقرن في النبي صلى الله عليه وسلم نورمال مصيرين كي مقرن نورمال يفهم لي الزيف ذن في الصلاة والسلام غصم الزي ولكن ذن النبي يسعى مقام النبوة أشو سينا إن يصر الرسول أكبر مني وقد ولدت قبل رسول الله فهمت إن يصر الرسول مقرف لي ذا شو كيني اللي لغد كان قفليس يبض الميساج نغالا في قذاكي نتدرب عليها في اختيار الكلمة المناسبة في إن يصر فهمت من السياق والقرائن أكيد نان الغزالي يكون الآمدي معقول غالا خطر سلكي الآية ميسي دغر ذاك سوف باللي نورمال المعنى يس ونحو جار نخدم الدلالة هنا دلالة لفظية فهمت من خلال السياق والقرائن ولكن لم تفهم بالقياس. وبعدين أشدنا المصنف وهي مجازية من إطلاق الأخص على الأعم يعني نعود مرة أخرى كقول الله عز وجل ولا تقل لهم أفين على سبيل التخصيص ولكن المفهوم هو الأعم هو النهي عن الأعم اللي هو كل ألوان الأذى التي ذكرناها. أخيرا في درس اليوم وقيل نقل اللفظ لها عرفا المعنى يس الدلالة العرفية ولث صافي الدلالة ثلاثة دلالة قياسية دلالة لفظية دلالة عرفية. اش معنى الدلالة العرفية؟ معنى العرف إذا تدخل قد يعطي مفهوما يخالف اللغة مثلا ما دين القرآن الدابة كل ما يدب على الأرض
الدابة يعني أما ذوني لحن الحن في رضعة أما ذوني لحن في سين أم الكنياك أما ذوني لحن في عبوضيس وين كل لحن سفلى القاعة اسمس دابة المعنس العربية يدب على الأرض وجد دلالة لغوية حقيقة لغوية خط الحقيقة لن ثلاثة حقيقة لغوية حقيقة شرعية حقيقة عرفية إمد شمت العوايد تعرفيث الدبة ومسقارا الحيوان اللي حنف أربعة ذوات الأربع مسفهم الخوا لو كان السنظيم الإنسان شيني دابة أهلور حسيماني كان ماشي هيك لو كان السنظ الزرم الدابة الزرم جامي الزرم الحوف عبوض صافي ذاك مخلف ماذا شو ذي اللغة سعد الحق الدابة وياك الدابة ولكن ذي العرف العرف نقل من دلالة اللغوية إلى من الدلالة اللغوية إلى الدلالة العرفية العرف يفكيس يفكيس المعنى صافي نكوني تعرفي ثم الزميرات نرذفير إلى قتيل صح ربي مدينا يون مثل ما يموث جاد ذاذاس أكذ ميس أشحال هذا يورث ذاذاس بالقرآن السدس في ستة ولأبويه سورة النساء ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد ما يسعى رويس إما إلا يوني يموث ودي جرميس يموث جاد ميس نميس نغيل ليس نميس يجد يلس نميس أشحال أرنفكي الأبني بافاس سودس توجور أدي نظمي القرآن ودينا ركا أخيني لا القرآن مدينا الولد ده شو يقصد ماشي ميس خاطي يقصد ميس نميس يقصد ميس نميس نميس يقصد يلس نميس يلس نميس نميس روح وإن نزل إيه وجد ولد الفروع الدليل الآية إن كان له ولد وإن لم يكن له ولد وورثه أبوه فلأمه ثلث ما الوجي يموت وليس عليك الدرية أصلا يمس تسوي في ثلاثة ماذا غرب دينارا شوي ورث الأب دينارا القرآن دينارا بدأ منا يغيد يمس تسوي في ثلاثة المعنى يسيني دي قرن ذي روح الرفاس أوتوماتيك ويجي قرنس الباقي تعصيبا يغال الأب إكسا فرنوس الفرض إلسا فرنوس العصابة خطر الأب يساسيني فرنياس أم الجد يا إما فرنوس الفرض أذي يوس الفرض نغذ يوي كعاصب بالنفس في قلبي كلها دقيقة يلا صافي نفهم الولد نفهم إذا شو المعنى يس هي نغطى العرف ثورة العرف معنى الولد ذي العرف يتعرفي أقشيش لا أقشيش أخيني سايغ عندي ولد وزوج بنات إنسان نورمال ما ديني ثلث ولاد من بعد لي ديتاي أديني ابن أقشيش أكد سنة قشيشين نغسنة حذايين ذكر وأنثى يلا اللحم لو كان كينيون أعرض خكيد أتشضح السوم غوري أتصوضف كيك السردين إسكو إذا ما سنضيه كل خي وين ستين شرعي تسع الحق يا أخي الحوثة قنس يدفع تستخرجون منه لحم طرية ربي سماياس لحم ذاك السوم ولكن إذا عرفيت تعرفي تكساس تكساس ولما يقول لكني والله هارتش دورك السوم
يفكيك السردين السين تحنفض روح استبقض الآية 89 من سورة المائدة أتشتر عشر يهليل نغث نتسلسل نتوزمض ثلث أيام كي نرجو رجو القرآن سال الحق تشد السردين صاب الدير وتيد كيف لا من العرف تعرفي تفكى المعاني تقوم يقارن الدلالة العرفية وقيل نقل اللفظ لها عرفا أتوقفونا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.